كان الطفل أبراهام مندلر المولود في مدينة لينز النمساوية في 11 من عمره حين فر بصحبة أسرته التي طاردها النازيون باتجاه أرض ليست أرضه هي فلسطين عام 1940. انضم إلى عصابات الهجان الصهيونية قبل أن ينضم إلى صفوف جيش الاحتلال بعد ذلك ليشارك في الحرب ضد الجيوش العربية عام 1948.